سيكون الدولي الجزائري سفير طايدار أمام فرصة كبيرة لتثبيت قدميه في نادي إنتر ميلان الإيطالي، وهذا بعدما قرر مدرب النيراتزوري والتر ماتزاري استدعائه للمواجهة الودية المرتقب أن يلعبها النادي الإيطالي أمام ريال مدريد الإسباني يوم السبت المقبل في إطار دورة غينيس الودية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعرف أيضا مشاركة العديد من الأندية الأوروبية المعروفة في صورة مانشستر يونايتد، نادي روما وأولمبياكوس اليوناني. هذا وكانت أخبار كثيرة قد أثيرت في المدة الأخيرة بشأن مستقبل سفير طايدار مع الإنتر، خاصة بعد الأنباء التي راجت عن قرب انضمامه إلى نادي ويستهام الإنجليزي، لكن سفره مع النادي الإيطالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أعاد الأمور بشأن مستقبله إلى نقطة الصفر.